عامله في مؤسسات الرئاسه. عايز اكلم سياده الرئيس. قال لي ايه الساعه 3:30؟ انت بتصحى الراجل ازاي بالليل كده؟ افرض جات له سكته قلبيه، ليه الحاكم يصدق ده؟ فجاه لقيت الصفافير اشتغلت. ايه سيستم المناعه عندنا بقى؟ ان احنا عندنا مركز في المخ اسمه ايه، مركز الرضا. امتى تبدا جماعات المصالح تغزو القصور الرئاسيه؟ هو ابن بلد ومتربي في الجماليه، وما هوش بالبساطه اللي الناس فهمها. هو هيبقى ابن عصره وهيبقى اكثر حزما مما تصور الناس. قومك من على الكرسي لان انا كنت متضايق من الالوان. الرئيس عنده عربيه كبيره جايبينها له في شوارع نيويورك، عربيه تلاقي جواها ثلاجه وتلفزيون واوضه نوم، وانا عربيه زيه بالظبط. قلت الله، ده ضربت معاك يا داري. اكتشفت انها عربيه الدوبلير دي اللي يعملوها للتمويه عشان تضرب بدال الرئيس. بالشراب وقفزت في العربيه. اول ما اتقال لي هتيجي معكم عمونا الشاذلي، قلت انا لازم اجي عشان اقعد احكي كل ده. الشخص الوحيد في العالم اللي يستحق هذا الكتاب بامضاء امبراطوره ايران السابقه هو نسرين اسامه انور عكاشه، وجبته لك معايا. السادات كان سياسي متربي في الشوارع، ده معلم كبير، ايدي اشاره شمال وخش يمين. اه طبعا. معكم منى الشاذلي الاربع الساعة 10:30 مساء على CBC 2، ويمكنكم مشاهدته أيضا على قناة CBC السبت والحد الساعة 11:30 مساء.